حاول أعداء أهل البيت عليهم السلام التشنيع على الشيعة من خلال اتهامهم بأن لهم قرآناً آخر يأخذون منه أحكام الدين غير القرآن الكريم، يسمونه مصحف فاطمة. ويصل تاريخ هذا الاتهام إلى عهد الأمويين والعباسيين الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام، ويدل على ذلك أسئلة الرواة وأجوبة الأئمة عليهم السلام وتصريحاتهم النافية بشكل قاطع كون مصحف فاطمة عليها السلام قرآن آخر. فما هو مصحف فاطمة عليها السلام عند أهل البيت عليهم السلام وعند أتباعهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية؟ المصحف في اللغة هو كل كتاب أصحف وجمع بين دفتين، أما مصحف فاطمة فليس قرآناً كما يظنه البعض، ولا توجد فيه آية واحدة ولا علاقة له بالقرآن الكريم أصلاً، وهو كتاب حوى أخباراً بالمغيبات والحوادث الكائنة في المستقبل إلى يوم القيامة. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في معنى مصحف فاطمة: إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها السلام. فهو على هذا يكون إخباراً من الملاك جبرائيل عليه السلام للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وبالخط المبارك لأمير المؤمنين عليه السلام. ولا غرابة في تحدث الملائكة مع السيدة الزهراء عليها السلام، إذ أنها عليها السلام كانت محدثة، وليست الزهراء هي الوحيدة التي حدثتها الملائكة، فقد كانت مريم ابنة عمران محدثة، وسارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام أيضا كانت محدثة، فقد رأت الملائكة فبشروها بإسحاق ويعقوب. وقال الإمام الصادق عنه أيضاً: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. وقد بيّنت بعض الروايات أن مصحف فاطمة عليها السلام من ناحية الكم هو أكثر من القرآن 3 مرات، فقد ورد عن المعصومين عليهم السلام أنه مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ولم يطلع على مصحف فاطمة إلا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أو من أذن له، ويعتبر هذا المصحف من جملة ودائع الإمامة، ويعد من علامات الإمام المعصوم عليه السلام، فمن ضمن ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عن علامات المعصوم، ويكون عنده مصحف فاطمة عليها السلام. أما بالنسبة إلى مكان وجود هذا المصحف في الوقت الحاضر، فهو اليوم موجود عند الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه.